طلاب الصف الأول الابتدائي، أهلا بكم مع قصة جديدة. نستمع للقصة الموجهة النمل. وانتوا حاولوا تقرأوا ورايا وانتوا في المنزل، يلا يا شطار يا حلوين، عشان بعد كده هنفهمها مع بعض ونعرف ايه هي الكلمات المكررة. ركزوا يا ولاد، ايه هي الكلمات المكررة معانا؟ النمل، عنوان القصة النمل. قال أبي: حمل النمل الحب. قالت أمي: حمل النمل الحب في الحر. قال أبي: حمل النمل الرمل أيضا. قالت أمي: وحمل اللب. قالت أمي: أنا أحب النمل. قال أبي: أنا أحب النمل أيضا. طب يا ولاد، بعد ما الجميلة تعالوا بقى نركز فيها يا شطار يا حلوين. القصة دي يا ولاد بتتكلم عن النمل، بتتكلم عن النمل وقد ايه النمل ده يا ولاد متعاون جدا، رغم ان هو صغير جدا جدا جدا، بس متعاونين مع بعض، متعاونين مع بعض. متعاونين يا ولاد في ايه؟ النمل هو اللي بيجيب اكله وطعامه لنفسه، مش بيعتمد على حد ان هو يجيب له الطعام. يعني هما دلوقتي يا ولاد خرجوا في الصيف، وانتوا عارفين الصيف يا ولاد بيبقى حر ازاي. هما خرجوا في الصيف وحمل النمل الحب، راح يجيبوا الحب، الحب اللي هو الطعام الخاص بالنمل اللي هما بياكلوه. حملوه يا ولاد، حمل يا ولاد معناها يعني الحقوه على ظهرهم، يعني شالوا الحبوب دي. طيب مين اللي بيحكي القصه دي يا ولاد؟ الاب والام بيحكوها لابنهم الصف الاول الابتدائي. الام قالت ايه؟ حمل النمل الحبه في الحر. يعين دول بيعتمدوا على نفسهم ومش بيقولوا احنا تعبانين ومش قادرين وهنقعد في البيت بقى ما نعملش اي حاجه عشان الدنيا حر مش هنطلع. لا، هم شطروا عندهم نشاط حتى في الحر. حتى فين؟ في الحر. طيب قال ابي: حمل النمل الرمل ايضا. كمان هو ما حملش الحب بس، لا ده هو حمل الرمل. الرمل دول بيستخدموا يعني في صنع البيوت بتاعتهم. طيب ايضا يا ولاد يعني ايه؟ كمان، يعني حاجة اضافة كمان. تمام. طيب انا بشرحها لكم كده يا ولاد عشان ابسطها لكم جدا. قالت امي: وحمل اللب. يبقى النمل حمل الحب الطعام بتاعهم، وايضا حمل الرمل، وايضا حمل اللب. اللب اهي في الصورة يا ولاد، شايفين اللب بتاعهم عامل ازاي، الحبوب بتاعتهم الزغننة دي. قالت امي: انا احب النمل. كررتها تاني. طيب نشوف بقى الاب قال ايه. قال ابي: انا احب النمل ايضا. طيب القصة دي يا ولاد اتعلمنا منها التعاون، في كلمات اتكررت معانا اللي هي اسمها الكلمات الشائعة، زي كلمة حملا، قال، ايضا. أشوفكم في قصة جديدة يا شطار يا حلوين.